هنعمل ايه دلوقتي يا اخوي؟ نروح ندور أموال بقى، اوكي آخر قراءة في البتاع. ده في ايه؟ ده تربة طبعا، عارف انا مت التربة؟ واعرف ايه الانفجارات دي. دي طيارة شغالة زبط الليل. يعني ممكن الطيارة دي تيجي تشيلنا يعني كمان شوية. اوف، بتشوف حاجة؟ لا ايه اللي كان في انفجار لا حوالينا، كنت انت ما بتقول حاجة حسيتش ولا بحاجة؟ اهو الطيارة بتجري ورانا يا فندم. مش عايز اموت يا عمر. اوه نهار اسود، شكرا، اللود ده خلاص كده بلاك ليستد كده. انا مش كنتش عارف ينفع اسيبك وانزل، فاهم؟ هو فين ابن اللبوة ده؟